عام من عمر المدرسة الجمهورية كان بمثابة التمرين أو الترويض، حيث مكن الأسرة التربوية الكبيرة من تشخيص نقاط القوة للاستفادة منها وتحديد نقاط الضعف التي يلزم التغلب عليها لسير المدرسة الجمهورية كما أردتم لها. فخامة رئيس الجمهورية، عام تمكن فيه كل أبناء موريتانيا بغض النظر عن أي اعتبار كان من الجلوس على طاولة واحدة تحت سقف واحد، يتبادلون مشاعر الطفولة البريئة الحالمة، يتعلمون أن وطنهم واحد وأن مصيرهم واحد، وأن يدركون مع الوقت أن مستقبلهم بأيديهم، هم من يخطط له وليس غيرهم. فخامة رئيس الجمهورية، إننا في الاتحادية الوطنية لرابطات آباء التلاميذ والطلاب لتغمرنا الفرح ونحن نواكب هذا المشروع التاريخي الذي سيتعزز لا محالة بما تم إنشاؤه هذه السنة من مؤسسات تربوية، وبما تم اكتتابه من أساتذة ومعلمين